طيب نكمل. هبدأ من السطر اللي كتبناه اللي هو ده خالص. كل التكنولوجيا اللي احنا درسناها من شويه كانت المشكله العظمى بتاعتهم هي كان دي هوستد يعني الكومبوننت نفسها، كونسيومد يعني الكلاينت نفسه، ماستر الاثنين دول بيبقوا موجودين على يا جماعه ويندوز اوبريتنج سيستم، ما ينفعش غير كده. فده عمل ازمه في الانتربرابيلتي اللي هو مين يقدر يستخدم الكومبوننت بتاعتك. ان ظهر مع الوقت ابتدى حاجات زي الويب ابلكيشنز. الويب ابلكيشن محتاجه ان انت اللي هيستخدمها يبقى مين؟ اي حد، موبايل اب لينكس، مش هنقول له انت ويندوز ولا مش ويندوز. فزي ما في ويب ابلكيشن طلعت بقت المطلوب ابلكيشن اي حد بيستخدمها، طلع برضه نيد ان انا عايز اعمل ويب سيرفيس او اعمل كومبوننت. في الاخر الويب سيرفيس هي برضه كومبوننت يعني. عايز اعمل كومبوننت، طبعا فاهمين يعني ايه كومبوننت ريز يعني، حد بيكلمك ترجع له. فانا عايز اعمل كومبوننت، الكومبوننت ديت اللي يكلمها اي حد زي ما الويب ابلكيشن بيرفع اي حد يفتحه. عايز اعمل كومبوننت يكلمها لينكس، جافا على لينكس، يكلمها كوبول على على مين فريم، يكلمها بايثون حطه على ابل، مش فاهم معايا انت مين. انا عايز حاجه دي في الاخر بزنس فانكشناليتي. ليه انتوا تلمتوني بالتكنولوجيا بتاعتكم؟ انا عايز اعمل بزنس، اما حد يسالني على درجه الحراره كام ابعته له، مش هساله لونك ايه ولا اسمك ايه ولا انت منين، تمام؟ فانا عايز اعمل حاجه كان بيكون ريزيومد باي اني ون. فعشان نعمل الكلام ده ما ينفعش ساعتها مايكروسوفت تبقى ماشيه زي ما كانت ماشيه في السنين اللي فاتت وتسوق الدهب فتقول انا هعمل كذا. وطبعا لما كانت بتعمل الكوم والكلام ده كانت بتقول لبتوع لينكس لو عايزين تقلدونا قلدونا، بس يعني ايه، ما انت ما ينفعش تعمل حاجه وتقول للناس اللي هناك ايه عايزين تقلدونا قلدونا. لازم في الاول تروحوا كلكم تقعدوا على ايه؟ على ترابيزه واحده لو عايزين تعملوا حاجه كل الناس يشتغلوا بيها. يبقى جيب كل الناس واتفقوا على ستاندرد. وكل الناس يمبلمنتوا مين يا جماعه؟ الستاندرد. فاحنا هنا هنتكلم بقى عن المدخل للويب سيرفيسز. كان ان احنا جمعنا الناس اللي هم ما بيحبوش بعض دول وقعدناهم على ترابيزه واحده وقلنا لهم يا جماعه احنا عايزين نساعد اخواننا الديفلوبرز واخواننا في البيزنس. لما حد يعمل كومبوننت على اي اوبريتنج سيستم باي لانجوج يقدر اي حد منكم يكلمه، فبالتالي مين هيستفيد؟ الكل. مفيش واحد اللي هيبقى مفيش هنا وين لوز، كلنا وين وين، بس نتفق على حاجه واحده كلنا. فكان كل الكلام ده بيتم برعايه اورجنايزيشن اسمها اويسس. مش بدور انت ستاند فور ايه مش متذكر، بس اويسس ديت دي كانت اورجنايزيشن دي اللي كانت بترعى الكوميونيكيشن سايت. مين اللي كان بيحضر من لي؟ ناس ريبريزنتيتيف من مايكروسوفت، ناس من اوراكل اللي بيتسمى البيج فور جايز. البيج فور جايز في التكنولوجي عندنا هم مايكروسوفت، هم اي بي ام، هم ساب، هم اوراكل، تمام؟ طبعا انا بتكلم هنا اوراكل انكلودنج سان، يعني زمان اوراكل وسان عشان الجافا كانت، دلوقتي اوراكل شايل الاثنين يعني. فالاربعه دول ساب واي بي ام ومايكروسوفت واوراكل مع الجافا هم دول اللي سايقين معظم الحاجات اللي موجوده. فكان دول المين، وممكن كان بيحضر بقى دول مين اللي لازم بيحضروا ولازم يتفقوا، وممكن كان يجي ناس بقى من ناس ثانيه، ناس من ابل وات ايفر يعني، بس كان الناس دول كلهم بيبقوا فين؟ في اويسس. طيب قالوا بقى عشان نتفق على الستاندرد يبقى احنا لازم نتفق على كذا حاجه. اول حاجه هو احنا دلوقتي لما هنيجي نكلم بعض، انت في ماشين وانا في ماشين ثاني، هنتكلم ايه الميديم بتاعنا؟ الميديم بتاعنا هو ما فيش غير ميديم واحد، النتورك انفراستراكشر عبر النتورك، تمام؟ فالنتورك وايرلس او وايرلس. طيب اما جينا نتكلم هنتكلم الكوميونيكيشن عبر النتورك. ايه الستاندرد اللي هنستخدمه في الكوميونيكيشن عبر النتورك؟ طيب عشان نعرف ايه الستاندرد ديت انا عايزكم، مش انتوا خدتوا الاوزي لايرز؟ تمام. ايه هم الاوزي لايرز؟ هم دول اللي بيجبروا الكوميونيكيشن لاي حاجه عبر النتورك. الاوزي لايرز ايه اللي تحت خالص؟ فوق منها فوق، لا ايه تاني؟ فوق منها، تمام؟ طيب
انت اي حد هيتكلم عبر النتورك بيبعت حاجه هنا، تفضل الحاجه دي ايه عامله زي الكوره كده، انت بعت دي بتقوم انت بتدي المسج بتاعك، انت بعت كلمه هاي هتبعتها عشان تمر عبر النتورك الماشين بتاعتي الى هذه الماشين. كلمه هاي ديت عشان تمر الماشين بتاعتي هتعدي على الاير سبيس، فاعتبره دي هاي. ده بياخد الهاي ديت يكبرها شويه، يحط حبه حبيش حواليها، وده يكبرها اكتر، وده وهكذا لحد ما تيجي هنا بتبقى ايه دي المسج هاي. بصوا هي نقطه بالنص بس، كل لاير عماله ايه بتحط شويه حاجات كده، بتفاليديت ديتا، بتحط شويه هيدرز، شويه كنترول ديتا، وات ايفر اللي بتحطه، بس في الاخر بتلاقي طالع كره كبيره كده من عندك، وبتمشي بقى الكره دي عبر النتورك بتوصل للطرف الثاني تحت، تمام؟ الطرف الثاني بيمسك الكره ديت، كل واحد بقى ايه بيقرا الحاجات المهمه ويشيلها ويباصي الكره الاصغر اللي فوقيه، لحد ما في الاخر بتيجي هاي بس عند الابلكيشن ليه. صعب كده؟ طيب احنا بقى لما هنيجي نتكلم قال لك ايه البروتوكولز اللي موجوده في اللايرز ديت؟ في تو بروتوكولز، مين تو بروتوكولز؟ باي ذا واي مش كل لاير لازم يبقى فيها حاجه، يعني ممكن في لايرز ما يبقاش فيها اي حاجه انت بتستخدمها. في تو بروتوكولز مهمين جدا عندي. واحد في اللاير دي اسمه ايه؟ في النتورك لاير. واحد في اللاير ديت في اللاير بتاعت الابلكيشن اسمه الشيب. دول اشهر تو بروتوكولز هتلاقيهم بيتدخلوا دايما في اي مسج جاي، يعني شايفين المسج اللايرز دي في حاجات منها اوبشنال، ممكن لاير ما تبقاش موجوده. بس في لايرز كده ممكن ما تبقاش اوبشنال. زي الاخ ده. لو هتبعت حاجه عبر النتورك لازم الهاي دي وهي جايه هتعدي على الاخ اللي اسمه ايه؟ اللي في النتورك اللاير اللي اسمها ايه؟ التي سي بي دوت، هيمسك المسج يحط شويه حبشتكنات حواليه. تمام؟ هو ده فعلا اللي بيحصل يعني، تمام؟ الديتيلز بقى ممكن تروحها بس دوت الخلاصه يعني خلاص الموضوع. فاحنا عندنا بقى انا لو عايز ابعت مسج، احنا بقى الناس اللينكس ولينكس والكلام ده بيتكلموا عبر النتورك، فاحنا عارفين كلنا ان احنا كلنا عندنا في الماشينز بتاعتنا سواء ابل، مين فريم، لينكس، يينكس، حتى الموبايل، كلنا عندنا مين؟ وكلنا عندنا مين؟ طيب قالوا اتفقوا على بروتوكول من دول لازم اما نيجي نتكلم نبعت الهاي ايه؟ نبعتها خلال البروتوكول والبروتوكولز ديت. ممكن نتفق ان احنا لازم نبعت المسج عبر مين؟ او ممكن نتفق ان نفض للاتش بي واما نيجي نبعت المسج نبعتها مين؟ ده ينفع وده ينفع. لو انا بعت المسج على طول للتي سي بي، كلمت على طول للتي سي بي اللي هي النتورك لاير، كده الدليفري هيبقى اسرع ولا اقل؟ ليه؟ لو انا بعتها عبر الاتش بي كده كده انا قلت لكم دي مانداتوري، فكده كده دي محطوطه دايما في اللاير ديت. فلو اي حد بعت حاجه عبر مين؟ الاتش بي، كده كده هتعدي على مين؟ يعني الاتش بي كان هياخد النقطه ديت ويزود عليها، بس النقطه الدايره الكبيره دي كانت هتيجي على التي سي بي هو كمان هيزود عليها. فانت لو كنت كلمت التي سي بي على طول كنت هتستغنى عن الحاجات بتاعت الاتش بي ديت اللي فوق، كان هيبقى المسج بتاعتك اصغر في الاخر اللي هتمشي في الواير، تمام؟ وفي نفس الوقت التايم مش الراجل دوت عقبال ما بيحط الداتا بياخد تايم، والناحيه الثانيه الاتش بي عقبال ما تفك هتاخد تايم. فالاسرع ان انت تتكلم عبر مين؟ التسم. ولكن هم في الاخر قالوا لا بقى، احنا مش انتوا بنتكلم هنا عن الاتفاقات، يعني في الاخر اي الطريقتين ينفعوا. لكن ايه اللي اتفق عليه في الاخر؟ ان احنا الكوميونيكيشن بتاعنا بيتسمى دوت الترانسبورت بروتوكول. يعني التوبيك اللي احنا بنتفق عليه ده تعالوا نتفق ما هو الترانسبورت بروتوكول. ايه هو الترانسبورت بروتوكول اللي اتفقوا عليه؟ ثواني هكتب دي تحت عشان هكتب حاجه فيها. ترانسبورت بروتوكول ما هو اللي اتفقنا عليه؟ في الاخر قال لك احنا مش هنسبورت الاثنين، يعني ده مش ستاند، عايز الاثنين اي حد عايز ديفلوب بينفع انت فروم سكراتش يعيشوا مع نفسه، ولكن الستاندرد اللي احنا اتفقنا عليه ان لو اي حد عايز يبعت مسج لحد يبعتها عبر البروتوكول اسمه ايه؟ ده الستاندرد اللي متفقين عليه، اي حاجه ثانيه عيشوا مع بعض بس ده مش ستاندرد. تمام؟ يبقى كده ايه الستاندرد بتاع الكوميونيكيشن بتقول اللي اتفقوا عليه عند ويتز؟ ان احنا لما تيجي تبعت مسج تبعتها اوفر النتورك تبعتها عند البروتوكول اللي اسمه الاتش بي. طيب ليه بقى عملوا كده؟ يعني ادوكم ليه؟ ليه الاتش بي احلى من التي سي بي؟ يعني انت مش هنا قلت لكم التي سي بي اسرع؟
وابن ناس ولطيف و... ليه احنا نروح للابطا ونستغنى عن الاسفل؟ ما احنا دلوقتي يعتبروا انتوا مع ويسز بالاتفاقات، ممكن انت ترفع ايديك تقول له طب ليه نروح اصلا الحاجه الابطا؟ ما احنا نشتغل اكس بي احسن، يبقى الناس اللي توصل اسرع. قال لك نشتغل اتش بي، نرد عليهم مينلي عشان حاجتين، انت هتاخدهم كديفلوبر اوت اوف ذا بوكس عشان الحاجتين دول امبلمنتد جوه الاتش بي، يعني في ماس تيم الاتش بي، لو انت بعت الهاي بتاعتك عبر الاتش بي هتاخدهم كده فري كده. من الحاجات مش انا قلت لكم الاتش بي دي هتحط تحابيش حوالين المسج بتاعتك، من ضمن التحابيش دول في حاجتين حلوين، فاحنا هنستخدم الاتش بي عشان خاطر الحاجتين دول. ايه هما؟ واي الاتش بي اوسم. اول حاجه اتش بي اس، الاتش بي ده كومبوننت هي بتنيبل ان انت ينفع تنكريبت الداتا قبل ما تروح من غير ما الديفلوبر اللي فوق يعمل حاجه، يعني هو يبعت اي بس يقول للاتش بي لو سمحتي استخدمي اتش بي اس، ساعتها كده انا كديفلوبر ولا بكتب كود انكريبشن ولا اي حاجه، اللوجيك الالجوريثم نفسه اللي هي انكريبت وهيديكريبت وكل الكلام ده امبلمنتد جوه الاتش بي، انا مش محتاج كديفلوبر اعمل حاجه تمام. والاتش بي ده بروتوكول بالاتش بي اس بتاعته اوريدي زي ما قلت لكم موجود في لينكس وموجود في لينكس وموجود في مين في الابل وموجود في كل حاجه. فكده لو احنا كلنا استخدمنا الاتش بي بالانكريبشن بتاعه يبقى كلنا بنعرف انكريبت وديكريبت زي بعض، لان احنا مستخدمين الاتش بي والاتش بي اس اللي هو ستاندرد كل عند كل الناس، عند الموبايل عند التابلت عند المين فريم عند كل الناس. فليه نستخدم الاتش بي؟ عشان في فيتشر موجوده في الاتش بي اللي اسمها ايه يا جماعه؟ الاتش بي اس تو انكريبت المسجز بيفور سنت، لو انت عايز تستخدمها استخدمها مش عايز نفضل لها. تاني حاجه ميزه في الاتش بي وهي دي من يعني اللي خلت الاتش بي هو دوت، اما ساعات في ناس يقول لك الانترنت هو الاتش بي والاتش بي هو الانترنت، اللي خلى الانترنت كانترنت كده شغال وتحفه ان الانترنت بيستخدم الاتش بي، يعني الانترنت المقصود بيه الويب بيجز، اي صفحه انت بتفتحها البروتوكول المستخدم عشان يجيب الصفحه ويرتن الصفحه بروتوكول اسمه ايه؟ انت بتكلم الاتش بي، يعني المسج بتاعتك اللي هي المسج بتقول ايه؟ لو سمحت يا جوجل انا عايز الصفحه اللي اسمها كذا، المسج دي لو سمحت يا جوجل هتعدي عبر الاتش بي. كومبوننت الاتش بي ديت مقدمه ميزه مخليه الانترنت اوسم اسمها الكاشنج. ايه بقى الكاشنج؟ الاتش بي دي كومبوننت بتبقى موجوده في اي ديفايس، موجوده في الموبايل في اي ديفايس، ينفع انت كديفلوبر وانت بتبعت المسج سوري يعني ينفع انت الريكوستر اللي بيبعت المسج او ديفر اللي بيبعت المسج للطرف الثاني وهو بيبعتها يطلب لو سمحت الراجل بقى اللي بيرد بالمسج، يعني انت باعت هنا بتقول جيت بيبول ان دي مسج هتبعتها على مين؟ هيرد عليك حد تاني الناحيه الثانيه عند مين؟ السيرفر. السيرفر برضو عنده اللايرز ديت، عنده هنا مين؟ وعنده هنا الفيزيكال. جات له فوق خالص المسج بتاعتك اهي اللي هي واتس البيبول ان، هل هو عامل البيبول انفو يبعتها برضو هو كمان عبر مين؟ يرد عليك بقى نفس السيكونس وتيجي عندك من تحت تطلع لك فوق. هنا بقى ينفع الراجل ده وهو بيبعت المسج ادي البيبول ان يقول للاتش بي لو سمحت الاتش بي كاش الداتا دي، كاشها يعني ايه؟ يعني سيفها عندك. يبقى المسج ديت البيبول انفو اللي تسيب هي النجم دي اطلب من اتش بي من كاش الداتا دي فين؟ عنده هنا. ايه بقى اللي بيعمله اتش بي؟ اتش بي ساعتها لو لقى ريكويست جاي بعد كده من اي حد بيطلب جيت بيبول انفو، ساعتها بدل ما اتش بي هيبعت الريكويست ده للابلكيشن بتاعك اللي هو ممكن ابقى انا عامل بقى يثبت نت بيش بيبول انفو، هنا ممكن تبقى صفحه البيبول مش شرط يبقى ويب سيرفس، فممكن بدل هنا ما انا الكول يجي لي للاسبي دوت نت او ويب سيرفر للابلكيشن نفسه فوق والابلكيشن يروح يجيب الصفحه ويبعتها عبر الاتش بي، لا الاتش بي نفسها طالما جالها ريكوست دوت وهو الريسبونس بتاعه ماله كاش ده قبل كده، ساعتها مين اللي هيرد عليه على طول؟ الكاشنج كومبوننت اللي جوه الاتش بي، والاتش بي دي نفسها كومبوننت موجوده في اي اوبريتنج سيستم بتاعت بالظبط بتاعت السيرفر. فانت كده الريكوست مين اللي هيرد عليك؟ الكاشن كومبوننت اللي جوه مين؟ الاتش بي بالظبط، وما يجي واحد ثالث برضه هترد عليه الكاشن كومبوننت. فانت كده وفرت ايه؟
التايم بتاع البروسيسنج اللي في الابلكيشن اللي فوق. يعني لو ده كانت ايزبو دوت نت، مش ايزبو انت عندكم بقى البايب لاينز بقى والبيجي لود والافلام ومش عارف ايه، وتقول له ثواني بقى طب اروح اشرب شاي قبل ما نجهز لك الصفحه، تعرفين عندنا اللي يوصلوه كده. انت في الاخر البروسيسنج ايه اللي رجعته له؟ رجعت له الصوره او حبه اتش ام ال. لو انت عملت كاشنج يبقى ساعتها تاني مره هيجي الريكوست، ايه اللي هيحصل؟ الاتش بي كومبوننت ينفع تعمل ايه؟ ينفع هي نفسها ترجع الريزلت الاند برودكت على طول اللي هو كان قبل كده رجعناه، من غير ما يروح بقى ينفوك الايز بي دوت نت وتعدي على اللايف سايكل تاني وكلها من الاول. تمام؟ الكاشنج ده نفسه هو ده ينفع كمان ان انا مش شرط كمان بقى السيرفر عبر الانترنت. اقول لكم دي معلومه زياده، عبر الانترنت في عندنا حاجه اسمها انترنت سيرفيس بروفايدرز زي تيليتا زي لينك والكلام ده، دول اللي عندهم تقدر تقولوا كده ماشينز كبيره لايك راوترز. اي ريكوست عندنا طالع عبر مصر او اي حاجه او انت من عندك من البيت بيمر عبر الماشين بتاعت الانترنت سيرفيس بروفايدر. يعرف الانترنت سيرفيس بروفايدر دوت هو كمان عنده اتش بي كومبوننت. يعني انت بتبقى بعت اتش بي ريكوست بيعدي على اتش بي كومبوننت بتاعت الراوتر، الراوتر ده بيروح يكلم السيرفر، السيرفر يرد، السيرفر نفسه لو ما كاش يقدر اتش بي كومبوننت اللي هنا. احنا نقدر نعمل كده، انا في تي ديتا اقدر اعمل لكم مثلا ان اقول كل الريكوستس اللي جايه للفيسبوك رجع الصفحه دي وارجع لكم صفحه ما فيش فيسبوك، اسفين يا مصريين. تمام؟ فانا كده ممكن ارجع لكم، انا قاصد كده، وكاش كمان الريسبونس ده ان ساعتها كمان لما يجي حد يكون هرجع له الصفحه دي. بس طبعا ده مش الاستخدام اللي امثله، هديكم مثال بقى استخدمناه في حاجات مفيده. احنا كنت شغال قبل كده في شركه اسمها بيرلتز. بيرلتز ديت كان عندنا ستودنتس بييجوا كل شهر في يوم كده بيبقوا عايزين امتحان، الامتحان ده اونلاين، فهم كانوا بيفتحوا الماشينز عندنا ويطلبوا يدخلوا اليو ار ال بتاع صفحه الامتحان وهيروح للسيرفر، السيرفر هيرجع لهم الامتحان. الامتحان دوت كان هو بيتعمل كل يوم الساعه 6 الصبح، هو الامتحان ثابت وكل يوم 6 الصبح يبقى في امتحان جديد. فانتوا طالما كلكم النهارده داخلين في الامتحان يبقى الامتحان ايه يا جماعه؟ هو هو. فانتوا هتفتحوا الماشين على ويب براوزر، هتدخل اليو ار ال بتاع الامتحان، هيروح ريكوست للسيرفر، السيرفر يجيب الاسئله ويرجعها لك. صح؟ السيرفر ده كان فين؟ كان في بيرلتز يو كي، مش عندنا، يعني مش احنا اللي ماسكين الامتحانات. بس احنا في مصر عملنا ايه؟ احنا عندنا في الشركه راوتر. تمام؟ الراوتر ده فيه فيتشرز ان نعرف نعمل كاشنج. فاحنا عملنا في الراوتر ايه؟ قلنا له كل يوم الساعه 6 الصبح بعد تايم معين، بعد الساعه 7 احنا الامتحان اتعمل. لو حد طلب الامتحان روح جيبه من السيرفر ده، يعني بعد 7 الصبح ابتدي البروسيس ديت. لو حد طلب الامتحان روح جيبه من يو كي، هو هيبقى مكتوب يو كي على يو ار ال، روح جيبه. بس بعد ما يجي الريسبونس اللي رجع لك من السيرفر اعمل له ايه؟ كاش. من الساعه 7 بقى دلوقتي 7 ثاني يوم طالما انت كاشته، لو حد طلب الامتحان ما تروحش تجيبه من ايه يا جماعه؟ رد عليه مين؟ من الكاش بتاعك. تمام؟ ناس بيعملوا كده كتير في حاجات زي مثلا برضو الياهو، جوجل الياهو نفسه مثلا الام اس ان، ساعات هم ما بيخلكش تخش على اس بي دوت نت، هو الصفحه النهارده الصبحيه هتفضل هي هي لمده 6 ساعات، فبيرجع الريسبونس ويقول للاتش بي راوتر او يقول للسيرفر نفسه الاتش بي كومبوننت في السيرفر، لو سمحت الريسبونس بتاع الريكوست دوت من دلوقتي لحد 5 ساعات قدام كاشو عندك. فبالتالي كده لما حد يطلب صفحه الياهو مش كل شويه هتروح لو هم اللي سي عاملين اس بي دوت نت، مش هيروح ريكوست الاس بي دوت نت. الكاشنج راوتر دوت او السيرفر نفسه لو مش عاملين كاشنج راوتر، تمام، هيرد على الراجل على طول. فده هيبقى اسرع 100 مره لان اصلا مش هروح للسيرفر، واصلا هتبقى دي حاجه سيف ديبيج، اما حد بيطلب بقول له هو يا معلم ادي صفحه الايه، ادي صفحه المساء. صعب كده؟ هو الكاشنج ده بيحصل عند السيرفر صح؟ عند السيرفر او اي انترميديتوري، اي وسيط في النص لايك الايه؟ يعني مع اول كلاينت بيطلب بالظبط. طبعا اللي بيتحكم في حاجه في كاش ولا لا السيرفر نفسه اللي بقى، يعني ممكن حاجتين، يا اما انت في النقطه ممكن تعدلها، يا اما السيرفر نفسه ممكن ريكوست من اتش بي كومبوننت اللي عنده يقول لا لو سمحت كاش الريكوست دوت واديها تايم كمان. يعني لو ممكن اقول له كاش يوم، فلو جه واحد بعد يوم يطلب ساعتها هتخش على السيرفر عشان تاخد داتا جديده احنا عايزين نعملها. تمام؟ لو احنا استخدمنا اتش بي الكاشنج ده اتش جاست كونفيجريشن، يعني مش مطلوب مننا نكتب بقى لوجيك والديفلوبرز يقعدوا انفستوا فيه ونعمل داتا بيز احنا نكاش فيها وكل الافلام دي، وانت واخده فور فري.
ايفن بقول لكم بقى في الانترنت الديفايسز اللي عند الاي اس بيس والناس دول عندهم في الديفايسز يقدروا يتحكموا ان هم يكيشوا ريسبونس عشان يخلوا الانترنت اسرع. تمام، مش شرط كل حاجه تروح للسيرفر، الريكوست تجيبه وسيبه وبعد كده لما حد يطلب ارد عليه بالكاش ريسبونس. كل ده موجود في الكومبوننت او البروتوكول اللي اسمه ايه يا جماعه؟ لو اشتغلنا تي سي بي مفيش الكلام ده. طب يبقى ليه راحوا الاتش بي؟ تو جيت بنفيت اوف تو مين فيتشرز في الاتش بي، ما هما؟ سكيور اتش بي، ثاني حاجه كاشينج انفراستراكشر اوف اتش بي. صح، يبقى ده اول حاجه اتفقنا عليها. ايه اذر بروتوكولز بس مش متفقين عليها؟ حاجه اسمها ايه؟ تي سي بي. تمام، طيب هتكلم عن بروتوكول ملوش علاقه بالستاندرد بس هنستخدمه. بروتوكول بيعتبر ترانسبورت بروتوكول بس جوه الماشين نفسها. فاكرين الكومن ما انتوا كنتوا بتتكلموا بعض جوه الماشين؟ اما انت بتتكلموا جوه الماشين مفيش لوزيرز اصلا بقى، يعني البروتوكول ده ليس من ضمن عائلة الأوزي لاير والبروتوكول ستاك. بروتوكول بس بيجفرن ازاي كومبوننت تعرف تتكلم كومبوننت تانية جوه نفس اللي يا جماعة الماشين. مينلي التوكن بيتم عبر الميموري مش عبر كارت نت. يعني انت عايز تبعت حاجة بتقوم حاطط السؤال بتاعك في مكان معين في الميموري. ويبقى الناحية التانية السيرفيس هي بتلسن على المكان ده في الميموري. أي أسئلة بتيجي للمكان ده هي تقوم رايحة ردها عليها في مكان تاني في الميموري. وأنت ككلاينت عارف الأجوبة فين بتتحط فين. فاهمين قصدي؟ فكده الكوميونيكيشن كله بيبقى عبر الايه؟ الميموري. الكوميونيكيشن اللي عبر الميموري دوت في مايكروسوفت هي عملت تكنولوجي او بروتوكول بيجفرن ازاي تو ايتمز يتكلموا بعض عبر الميموري. البروتوكول ده سموه مين فايل. اسمه ايه؟ نيمد بايت. فايه نيمد بايت دوت؟ ده بروتوكول بينظم ازاي تو كومبوننتس يقدروا يتكلموا بعض على نفس الماشين عبر نيمد بايت. ايه نيمد بايت ديت؟ انت بتحجز انت كسيرفيس لوكيشن في الميموري، اللوكيشن ده بيتسمى نيمد بايت لان بتدي له اسم. ايه ايه نيمد بدي؟ نيمد مضمطه خالص. ايه يعني ايه نيمد بايت ده؟ بروتوكول تو جوفرن بينظم يعني كوميونيكيشن between two components on same يا جماعة ماشي. ومين دي اللي هو عبر الايه؟ يعني الكوميونيكيشن ده بيبقى عبر الميموري. بنستخدم الميموري كده كوسيط ما بيننا، انت موجود وانا موجود احنا شايفين الميموري، انت شايف الميموري بتاعت الجهاز وانا شايف الميموري بتاع الجهاز، يبقى هنتكلم عبر الايه يا جماعة؟ الميموري. صح؟ ده كان بيستخدم زيه يعني ما بيستخدموش اكزاكتلي بس بيستخدم زي. طيب دلوقتي انا هضيفه هنا بس ده مش ستاندر، يعني خلي ده كده الستاندر اللي نستفوا عليه ودي حاجات اللي بره الستاندر. يبقى عندي كام ترانسبورت بروتوكول؟ انا بكلمكم الحاجات اللي هو كان ممكن بنتناقش عليها كلنا ايه اللي اتفقوا عليه. كام واحد؟ ثلاثة. اثنين عشان الكوميونيكيشن عبر النتورك، واحد عشان الكوميونيكيشن عبر الميموري اللي هو كومبوننتس اون ذا سيم ماشين. طيب دلوقتي فاكر لما احنا قلنا في الكوم انا عايز اكلمك؟ اما انت بتكلمني وانا بكلمك مش لازم تو كومبوننتس يتفقوا على واي اوف كوميونيكيشن. الواي اوف كوميونيكيشن ديت في ستاندرد بينظم ازاي الكومبوننتس اون ذا سيم ماشين يكلموا بعض. الستاندرد اللي بينظم الكوميونيكيشن ما بين تو كومبوننتس اون ذا سيم ماشين الستاندرد ده اسمه نيمد بايت. زي ما في ستاندرد بينظم ازاي تو كومبوننتس والديفرنت ماشين ينفع يتكلموا عبر النتورك. في واحد اسمه تي سي بي وواحد اسمه اتش بي. فانت من الاخر كده هيبقى ساعتها انت لما تيجي تبعت مسج من كومبوننت 1 لكومبوننت 2 في نفس الماشين. انت هتبعتها للنيم ديفايد. زي ما هنا كنت هتبعت اتش بي. والراجل الثاني هيقراها من النيم ديفايد. النيم ديفايد دوت مكان في الميموري انت بتحجزه. والمكان دوت بيتسمى نيم ديفايد. لان انت بتسمي البصائل انت بتدي له اسم. يعني بتفق مع الاوبريتنج سيستم انا عايز احجز المكان دوت بالويزر سيرفيس واسميه مثلا ويزر باي. فساعتها لما حد بيبعت لك حاجه اوتوماتيك اندر هو انت كديفولبر انت ما بتكتبش الكلام ده. انت كديفولبر بتقول له وات از ذا ويزر. السؤال ده نفسه بيروح في الميموري في الحته المحجوزه اللي اسمها ويزر باي. تمام؟ السيرفيس بتشوف المكان ده هي دايما شايفاه فبتلاقي ان في سؤال وات از ذا ويزر.
والسؤال جالها في الحته اللي في الميموري اللي اسمها وذر باي. ثم هي راح رد على السؤال في الميموري بار. فانت في كلاينت انت شايف الميموري وهم شايفين، يعني احنا اثنين باصين على الميموري في نفس الوقت، انت بتعمل اسئله وهم بيجاوبوا عليك. تمام؟ طيب فدوت اتس بروتوكول او كومبوننت بتجفرن ازاي تو كومبوننتس يكلموا بعض والسيم يا جماعه والسيميشن صح. طيب وليه اسمه نيم ديفايد؟ علشان خاطر انت في الاخر بتحجز كسيرفيس طبعا، انت المفروض الكومبوننت اللي هترد عليك يعني هي دي اللي هتجاب، بتحجز مكان في الميموري وبتدي له اسم تسميه وذر فايب بيرسونز فايب اتش ار وات ايفر السيرفيس بتاعتك، سمي اي اسم. طبعا ما ينفعش يبقى حد مستخدم نفس الاسم. ساعتها لما بيجي حد بيكلمك بيكلم الكومبوننت على طول من غير ما يحس، بس انا بقول له اندر ذا هود، هيبقى كل الكوميونيكيشن عن طريق مسجز بتتحط في المكان اللي في الميموري دوت اللي انت بتديله اسم. صح؟ طيب نيجي بقى لتاني اهم حاجه اتفقوا عليها. انا دلوقتي عشان اكلم محمد ورد، ازيك يا محمد؟ عشان اقول له دلوقتي اسمك ايه، تمام؟ لازم عشان ابعت له المسج ديت يبقى في ترانسبورت بروتوكول هنا دلوقتي اللي هو في ترانسبورت ميديا اللي هو الهواء، تمام؟ ثانيا عشان هو يرد عليا باسمه لازم نتفق كده سواء، يعني لو احنا بنتفق اما هسال واحد اسمه ايه يرد عليا، نتفق على المسج اللي هقولها دي تبقى عامله ازاي. يعني ايه تبقى عامله ازاي؟ نتفق على لغه، ممكن نتفق مش شرط حتى مسج، ممكن على فكره اتفق ان في ورقه اكتب له اسمك ايه ونبعتها له، يبقى ساعتها المسج عباره عن ورقه مش كلام، تمام؟ ممكن نيجي نتفق ان عن اشاره لما اعمل له كده بقى اسمك ايه. طب احنا بقى هنا دلوقتي بنسيب بقى محمد ده كومبوننت، تمام؟ وانا كومبوننت ده كمان. فانا عايز اقول له اسمك ايه؟ احنا شغالين باينري، شغالين الداتا بتاعتنا باينري في الاخر، فاحنا نيجي بقى عالم الاي تي، تمام؟ ففي السوفت وير انا هبعت مسج، المسج ديت اتفقوا ان مبدئيا هتبقى تكست، يعني هكتب تكست بلين تكست، تمام؟ طبعا بلين تكست في الاخر ده بيترانسليت لباينري، بس انا بلين تكست يعني ينفع واحد لو من انترسبته يقراه عادي كبشر، انا كهيومن اعرف اقراه. خلاص طب احنا متفقين ان احنا هنبعت بلين تكست. يبقى انا دلوقتي لو محمد ده كومبوننت على لينكس انا هبعت لها بلين تكست، المفروض اساله ساعتها عن اللي انا عايزه. فانا عايز اقول له هي الساعه كام عشان البريك الجاي هيبقى امتى؟ عايز اقول له المسج دي الساعه كام لو سمحت؟ لسه ما نتفق الاول هنتكلم ازاي. هادي بلين تكست اهو هبعته له. ممكن اقول له ايه؟ طيب مثلا كده كسؤال كده، وممكن اقول له واحد يقول لي انت لا مش هتقول له كده، ممكن واحد يقول لي طيب يا باشا مش انا لو بعت له كده هيرد عليا؟ هو هفهمها، انا عارف ان هو فهم، بس انا لو اتفقنا ان احنا نعمل اي حاجه اي واحد يكتب اي حاجه كده يبقى ساعتها لو انا سبتها كده فور اول كان رايت اني ثينج، يبقى انا زاسيم مسج نفسها ينفع تكتب بكام طريقه؟ انليمتد، اي واحد ممكن يتكس. وهنسيب بقى ساعتها الترجمه ان هي تتفهم ولا ما تتفهمش للريسيفر، عرف يفهمها عرف، ما عرفش ما عرفش، صح ولا لا؟ فساعتها قال لك ما ينفعش ماشي بلين تكست، بس ما ينفعش نسيب انت هتكتب السؤال بتاعك ازاي بجينيريك واي، لازم نتفق على طريقه ايفن طريقه كتب ليه يا جماعه السؤال، تمام؟ طب عملوا ايه بقى في الاخر؟ الخلاصه بقى هم اتفقوا على كده، قالوا احنا اي مسج هتبعتها هتبعت بلين تكست، البلين تكست ده عباره عن اكس ام ال، يعني انت هتكتب في بلين تكست تفتح كده اهو نوت باد اهو واكتب لي بلين تكست. البلين تكست ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اكس ام ال، بلين يعني مش انكريبتد ولا يعني مش كلام متشابه، كلام اي حد يعرف يقراه. هتكتب انت اكس ام ال، اكس ام ال ده مش اي اكس ام ال، هنتفق على واي تكتب بيها الاكس ام ال، الواي دي هنسميها السوب. يبقى هي السوبر، السوب دي بقى تسمعها كتير وتسمعها في او طول بقى ما انت شغال في الديفلوبمنت، السوب راح السوب ما جاش السوب مستنيين. ما هو السوب؟ السوب هو الفورمات بتاع المسج اللي اتفقت عليه اويسز مع كل الناس
علشان يبقى ده الفورمات الستاندرد. اما تيجي تبعت مسج تبعتها بالفورمات ده، هتبعت بلين تكست بالستاندرد فورمات ده. فايه هو سوب؟ هو الستاندرد فورمات اللي هم اتفقوا عليه تو رايت ا مسج. تمام، المسج دي المفروض بقى انا هكتب فيها السؤال بتاعي في مسج اسمها سوب مسج. محمد ساعتها هيرد عليا، هيرد عليا برده في بلين تكست برده الاجابه بقى. الإجابة دي يكتبها برضو أي حاجة بطريقته؟ لا، قالوا الإجابة تكتبها في مسج اسمها برضو سوب. يا جماعة سوب مسج. يبقى أنا لو أنا عايز أكلم أي حد هم اتفقوا على كده، هتبعت لي مسج اسمها إيه يا جماعة؟ سوب. والرد نفسك الرد نفسه هيرجع لك فيه يا جماعة؟ في سوب. طيب تعالوا دلوقتي ماشي، خلينا على الموضوع خالص. هفترض هوريكم سامبل إن أنا عندي سيرفيس ويب سيرفيس اهي يوب سيرفيس، فيها ميثود انا عاملها، الميثود دي في الاخر سي شارب ميثود يعني جوه كلاس اسمها اد. اد دي بتاخد ارجس صح كده؟ واد دي في الاخر الارجس دوت عباره عن من الاخر اكس وواي، يعني الارجس دوت عباره عن كلاس في اكس وواي. فانا هبعت ارجس فهي هترتب لي الارجس دوت اكس بلس الارجس دوت اي. طب ادي ميثود بتاد رقمين، هتبعت لها الارجيومنتس بتوعك وما هي جمعاهم ومرجعها لك. احنا عايزين نكلم الويب سيرفيس اللي اسمها ايه؟ اد. فعشان نكلمها اتفقنا في الستاندرد هكلمها انا بقى كلاينت موجود في ماشين ثانيه في عالم اخر في لينكس في لينكس. اتفقنا هكلمها بالبروتوكول اللي هو اسمه ايه؟ اتش بي. يبقى انا هحط الحاجه في الاتش بي هتجي لها من اتش بي الناحيه الثانيه. ثانيا اتفقنا ان انا لازم السؤال نفسه ما اقول لها لو سمحتي ادي لي 2.7 هكتبه في مسج اسمها ايه؟ سوب. تعالوا نشوف السوب بتاعت المسج دي هيبقى عامل ازاي. قال لك اولا قبل ما انت تروح تقلب وتكتب السوب لازم تبقى عارف لي المعلومات دي، عارف السيرفيس ديت اليو ار ال بتاعها ايه. اي سيرفيس بتبقى زي الويب سايت بيبقى ليها يو ار ال، طالما احنا اتش بي فالاتش بي اليو ار ال. فليتس سي ان السيرفيس ديت انا حاططها باليو ار ال التاني اتش بي اي تي اي دوت كوم على كالك سيرفيس. ده اليو ار ال فيها ميثود او اوبريشن اسمها ايه يا جماعه؟ ايه بتاخد مني ايه؟ فارس. خلاص شكرا. انا كده تعالوا كلاينت بقى مستعد المفروض اكتب ابعت لهم سؤال اقول لهم لو سمحتوا هو 2.3 كام؟ ده السؤال عايز اعمله. عشان تعمله مش مطلوب مني غير ان اعرف المعلومات ديت هي اسمها ايه الويب سيرفيس؟ المفروض ابعت لها ارجس عامله ازاي؟ واسم الميثود اللي هكلمها ايه؟ اعمل بقى هنا السوب ازاي؟ السوب اكس ام ال. فانا هنا هعمل سوب. طبعا لما بتكتب اكس ام ال لازم بعد ما تخلص تعمل ايه؟ تقفله. تمام؟ جوه السوب هنا قال لك في حاجه اسمها هيدر. وفي حاجه اسمها بادي، ده كده الاستراكشر بتاع السوب، ان اي مسج سوب فيها ايه يا جماعه؟ ادي كده سوب فاضي، ما فيهاش اي حاجه لسه. فدوت السوب. يبقى اكس ام ال جوه منه هيدر وجوه منه يا جماعه؟ بادي. قال لك اول حاجه مطلوب تكتبها، انت انا الكلاينت اللي هبعت السؤال. تكتب اليو ار ال بتاع السيرفيس. بلس الميثود اللي هتكلمها الاثنين مع بعض. جوه الهيدر. يبقى انا هكتب جوه الهيدر ايه؟ اليو ار ال والميثود اللي انا عايز اكلمها السيرفيس اللي هتكلمها. فانا هكتب هنا جوه الهيدر، اكتبهم فين في الهيدر؟ قال لك تعمل حاجه اسمها ايلمنت اسمها اكشن. تعالوا نكتب الاكشن هنا اهو. وجوه الاكشن ده تكتب اليو ار ال بتاع السيرفيس والميثود اللي هتكلمها. وايه الاكشن؟ الاكشن هو الميثود اللي انت عايز تكلمها. فقال لك دلوقتي الاكشن يتكتب ازاي؟ مين الميثود السيرفيس على ايه؟ على كالك سيرفيس مش على يو ار ال. فين بقى اكتب اسم الميثود؟ قال لك هو واخد سلاش في الاخر تحط اسم الميثود زي ما هي. الميثود اسمها ايه؟ بس كده. يبقى انا كده حطيت معلومه واحده كده. السيرفيس لو بعت لها السوق دوت كده هي عرفت مني ان انا عايز اكلمها واكلم الميثود اللي اسمها ايه؟ اد.
طبقا اللي انا كاتبه كده. اد كانت اكسبكت ايه يا جماعه؟ ارجيومنتس. اي ارجيومنتس اكسبكت كانت اسمه بينكيت الارجيومنتس صح؟ وبتكتبه اكس ميل عادي خالص، تعرف انت تعمل ارجس دوت كاكس ميل او تعمل ارجس ارجس وتحط الاكس والنور كتو اليمنتس. طبعا جاي هنا حاطط لها ايه؟ او الاد مش الفاريبل اسمه ارجس حسب اسم الفاريبل، الفاريبل اسمه محمود بتعمل فاريبل اسمه هتقول ادي الارجس. وهنا هتحط مين؟ الاكس والاي والواي. بس كده. لا مفيش هتقول انت مالكش دعوه ايه اللي هيرجع. ماشي انت بتبعت بس الكود والحاجات اللي شكرا كده كده انا خلصت مهمتي ككلاينت كده. ده السؤال بتاعي يعني كنت ممكن في بنتكس اكتب له لو سمحت هو 2 و3 كام واكتبها كده بالعربي. لو واحد قال لي دي مسج اقول له اه دي مسج بس كده. ده اللي هم اللي اتفقوا عليه ان انت بتعمل سوب سوب ده اكس ام ال في هيدر وفي بودي. بتكتب في الهيدر الويب سيرفس اللي هتكلمها والاوبريشن اللي هتكلمها جوه الويب سيرفس. بتكتب في البادي الارجيومنتس اللي هتبعتها للبريشن. كده انت خلصت. هتبعت الكلام ده عبر مين؟ هتروح للنفس الناحيه الثانيه عبر الاتش بي وبعدين السيرفيس هيجي لها ريكوست. السيرفيس بقى ترد عليك ازاي؟ السيرفيس اتفقنا هترجع هي كمان مين؟ تو. يبقى هنا هيبقى عندي هيدر وعندي مين؟ بادي ده كده كده اتسيرت. طب هتكتب بقى ايه هي؟ هبدا بالبادي عشان سهل. في البادي هتحط الريتيرن تايب بتاعها. قال لك هنا لو انت الريتيرن تايب ده مالوش اسم مش الريتيرن تايب ما بقاش ليه اسم. قال لك في ساعتها تقوم انت عامل جوه البادي حاجه اسمها ريسبونس. ايلمنت اسمها ايه؟ وتحط جوه الريسبونس ده بقى الحاجه بتاعها. انت مرجع كار حط الكار زي اكس ام ال. مرجع ليست اوف كارز حط كذا كار كده زي اكس ام ال. مرجع رقم فمشان هنا مرجع رقم انت كنت معاك 2 و3 هكتب هو 5 بس صح؟ يعني لو انا مرجع سمبل اوبجكت هكتبه. لو مرجع كلاس اوبجكت من كلاس هيتعمل كاكس من ادي كار اللي فيها اي دي وفيها النيم تمام؟ فانا كده حطيت هنا الريسبونس بتاعي جوه الريسبونس اللي في البار. فاضل حاجه واحده. افرض انت كنت كلمت السيرفيس دي ب 50 كول ورا بعض. قلت لها اد كذا وسبتراكت كنت مكلم الميثود بتاعت الطرح قلت لها 7 ناقص 2 كام. فانت عايز تعرف هو ده الرد بتاع انهي كول بتاع الاد ولا بتاع السبتراكت. فقال لك لازم الراجل اللي هيرجع لك يحط اسم الميثود اللي انت كنت كلمتها يحط الكلام ده في الهيدر. مش وانت كنت بتسال قلت له اسم الميثود وهو انت بيرجع لك هيكتب لك اسم الميثود اللي هو بيرجع عشانه. فيقوم هو هنا قال لك تكتب برضه حاجه اسمها اكشن نفس اللي كان موجود وتكتب برضه مين؟ اليو ار ال بتاع السيرفيس. هقول له على فكره الاكشن اللي بيترد عليك هو اي تي اي دوت كوم على كالك سيرفيس على مين؟ على ايه؟ بس قال لك بدا يعني ده بقى السبيسيفيكيشن مش هتكتب اد بس هتقول على فكره ده اد ريسبونس عشان خاطر لو واحد انسبكت المسج كده في النص يبقى برضه عارف هي دي المسج بتاعت العوده ولا الرجعه. تمام؟ فانت كده دي هترجع ده الرد اللي هيرجع. يبقى انا كده ببساطه بقى لو انا عامل هنا ميثود اسمها سيف وبتاخد كار تعرف تقول لي يعمل ايه؟ لو انا عايز اكلم دي وموجوده في السيرفيس ديت يبقى ايه اللي هيتكتب هنا؟ انا ككلاينت عشان اسيب ابقى اسيب كول عايز ابعت لهم كول هنا هيكتب مين؟ على على سيب. وهنا هعمل مين؟ هعمل كول يبقى فساعتها مفيش ريسبونس ده ريكويست اللي رايح. فهنا ساعتها اقوم حاطط كول اهو والكول بقى احط بقى الاي دي بتاعها النيم بتاعها وات ايفر احط الديتيلز بتاعتها هبعتها لهم كده. لو الميثود فويد هيبقى راجع عليه ريسبونس فاضي. لو الميثود هترجع ضم كلمه ضم ساعتها جوه الريسبونس هيرجع لي سترينج مكتوب ضم يعني وات ايفر اللي هيريترنوه هلاقيه عندي في السوق اللي راجع. صح؟ السوق اللي راجع الاكشن هيبقى عباره عن ايه؟ اسم الميثود اللي اسمها ايه؟ سيف ريسبونس. صح؟ يبقى ده كده اللي احنا اتفقنا عليه. ده تاني حاجه اتفقوا عليها. اي حد عنده سؤال؟ هتعملي كذا مسج كل ميثود هتكليها بمسج لوحدها. صح؟
صح؟ انت لا مش ان شاء الله قلت لك ممكن اكلم اد وسبتراكت او باعت للايد باعت للسبتراكت باعت للسيف وما هيرجع هيقول لي ده اد ريسبونس ده سبتراكت ريسبونس ده سيف ريسبونس تمام؟ هقدر اعرفها من كده يبقى ده الستاندرد اللي اتفقوا عليه البيج جايز اللي فين يا جماعه؟ في ويز ان هنستخدم مسج فورمات ده بقى الحاجه اللي اتفقنا عليها اسمه ايه صح طيب اخر بقى ثلاث حاجات مش هياخدوا مننا وقت وناخد البريك انا قلت الصوت ده اكس ام ال اه ماست اكس ام ال يعني الصوت دوت هو اذا اكس ام ال مكتوب بالطريقه دي انت تحسب صوت وهذا الروبادي هو ده كده اسمه صوت ماشي طيب دلوقتي بقى قالوا في الفيتشرز كانت موجوده يبقى احنا كده اتفقنا خلاص الحمد لله على حاجتين سهلوا الموضوع جدا اتفقنا على الكوميونيكيشن بروتوكول هيبقى مين؟ اتش بي واتفقنا على المسج ازاي كده اي حد يعرف يكلم اي حد ليه؟ اي حد يعرف يعمل ترين تكست واي حد عنده اتش بي سواء انت مين فريم سواء موبايل سواء تابلت سواء وات ايفر اي حد بيعرف يكتب ترين تكست واي حد بيعرف يكتب عنده اتش بي فده كان بيج يعني ستيب عملوها ان هم اتبعوا على الحاجتين دول. جم قالوا بقى ايه تعالوا نعمل الكماليات بقى. يعني خلاص كده اي حد يعرف يكلم حد يكلم اي حد. ايه الكماليات؟ قال لك مش انتوا عندكم في الكوم بلس كان في فيتشر حلوه قوي اسمها ايه؟ ديستريبيوتد ترانزاكشن. طب انا دلوقتي ككلاينت عايز اكلم سيف كار دي ويب سيرفيس. الناس اسمها سيف وبعتها كار. وانا ككلاينت في نفس الوقت بعد ما اخلص اسيف الكار عايز اسيف الويلز بس عند ويب سيرفيس ثاني ودي عندها داتا بيز ودي عندها داتا بيز وبعدين عايز ابعت اسيف عند التاجر اللي هو بيبيع الحاجات ديت ابعت الانفويس ديتيلز فابعت للانفويس سيرفيس وابعت لها الديتيلز بتاعت الحاجات ديت فليتس سي اللي هو اسامبشن ان انا عايز اكلم 3 ايه يا جماعه؟ كومبوننتس اللي هم هنا بقى نسميناهم ويب سيرفيس فهبعت للمسج ديت لو سمحت سيبي ابعت لها سوق وانت ده لو سمحت سيبي الويلز وانت الراجل ده لو سمحت ادي سيبي الانفويس بتاعك اللي ممكن يحصل في اي طبيعي في اي كوميونيكيشن ان ممكن اكلم الاول ينجح والثاني يفشل او اكلم اثنين والثالث يفشل فانا عايز ايه؟ زي الاكسبيرينس اللي كانت في الكوم بلس تبقى موجوده عندي عايز ان انا لما اكلم اكتر من ويب سيرفيس وكل ويب سيرفيس هتعمل ترانزاكشن عايزهم كلهم يخشوا في ترانزاكشن بنسميها ايه في سوفت وير انجينيرنج ديستريبيوتد يا جماعه ترانزاكشن ان انا كلاينت قبل ما اكلمهم اقول انا هبدا ديستريبيوت ترانزاكشن اكلم الويب سيرفيس الاولى اكلم الويب سيرفيس الثانيه اكلم الويب سيرفيس الثالثه لو اي حد وانا بكلمه حصل اكسبشن اقدر انا كلاينت اقول له ايه لو سمحتوا كلكم اعملوا ايه رول باك او لو انا عديت على الثلاثه والدنيا فل اقول للثلاثه كلكم يا جماعه كومنت فقالوا ان احنا عايزين ككلاينت اللي بيبعت ريكويست يطلب من السيرفيس ان هي تخش معاه في الديستريبيوت ترانزاكشن يعني هو كده مش هيكلم السيرفيس الاولى انا الكلاينت اللي بكلم الثلاثه اصلا اللي هو ببقى عامل ابلكيشن اللي هيسيب هنا وهنا فالابلكيشن بتاعي دوت وانا بكلم الويب سيرفيس الاولى لازم اقول لها لو سمحت تخش معايا في ترانزاكشن وانا بكلم الثانيه اقول لها برضه ايه لو سمحت تخش معايا في ترانزاكشن وانا بكلم الثالثه وفي الاخر هكلمهم اقول لهم يكومنتوا يعني دي كلها عباره عن كوميونيكيشن هيحصل كده كده يعني من غير ما احنا نحس بيه يعني حتى لو هو حد بيعمل بيه بس ده باي سنس لازم انت هتكلمهم تقول لهم انا عايز اعمل ترانزاكشن ولازم هترجع تكلمهم الثلاثه تقول لهم رول باك لو حصل مشكله ازاي بقى الكوميونيكيشن ده يحصل قالوا لازم نتفق عليه ما مايكروسوفت قالت لك انا عندي كوم بلس وعندي يعني دوكيومنتس اشرح لكم ازاي تعملوا الكلام ده فهم طبعا كل اللي عنده اي حاجه عرضها فاتفقوا في الاخر ان احنا مش هنعمل حاجه مور زان السوق سوق مابل بس بقى هنعمل ديستريبيوت ترانزاكشن جوه السوق ازاي؟ مش احنا كان عندنا في السوق هيدر ومين؟ وبادي في الهيدر كنا بنكتب element اسمها ايه؟ اكشن اللي هو اسم ايه؟ الميثود والويب سيرفيس اللي اتكلمت قال لك لو انت ككلاينت بتبعت الريكوست مثلا ببعت لسيف الفويس عايز السيرفيس دي تخش معاك في ترانزاكشن اكتب لها معلومه ان انت عايزها تخش في ترانزاكشن معاك في هيدر جوه الهيدر ستيت
قال لك الهيدر ده يبقى اسمه ايه؟ طبعا مش لازم مش كل واحد هي تكس. قال لك تعمل التيم تعمل هيدر اسمه دبليو اس ويب سيرفيس تي اكس بروتكشن. صح؟ جوه الهيدر انا طبعا بقى مش هكتب لكم الديتيل، انا ما اعرفش الديتيلز يعني الحاجات دي بتبقى جيت اوتوماتيك يعني، بس هيبقى something like اللي انا كاتبه ده. Please join transaction with me. يبقى requesting ان انت عايز السيرفيس تخش معاك في transaction، ده هتكتبها ازاي انت كclient؟ جوه مين؟ جوه السوكت. صح؟ فانت كده لو انا بعت المسج ديت للسيرفيس اللي اسمها سيف كول كده هتروح ومش هتكمت الحاجه على طول، هتبقى مستنياك تبعت لها بعدين كده كونفرميشن. وكذلك اما اكلم ديت اقول لها بليز جوين ترانزاكشن معايا، واكلم الثالثه بليز جوين ترانزاكشن معايا، كل الكلام ده بحطه جوه مين؟ السوب يا جماعه؟ السوب هيدر. صح؟ اسم بقى السوب هيدر ده يبقى فيه ايه؟ والكلمه فيه ايه بالظبط؟ ده دوكيمنت كبير طويل عريض اويسس خلاص بيه، سموا الدوكيمنت ده ويب سيرفيس اتوميك ترانزاكشن. ان انت تعمل اتوميك يعني ترانزاكشن واحده، ويب سيرفيس يعني تقدر ان اللي بيكلم الويب سيرفيس يدخل الويب سيرفيس في ترانزاكشن معاه. فعملوا سبيسيفيكيشن، سبيسيفيكيشن دوت يعني بيبر، يعني وايت بيبر، سموها ايه؟ دبليو اس اتوميك ترانزاكشن. دي الخلاصه اللي اويسس طلعت بيها بعد القعده مع الناس الكبار اللي بتشرح انت تعمل ايه. وكان خلاصه السبيسيفيكيشن ديت ان هو خلاصتها اللي قلت لكم دوت، ان قال لك جوه السوب هتعمل هيدر اسمه دبليو اس تي اكس وهتحط فيه حبه معلومات بتشرح ان انت عايز ترانزاكشن. صح؟ طيب يبقى ده اول حاجه عملتها الويب سيرفيس، ان مش بس بتبعت المسج، لا انت كمان ينفع تسبورت الايه؟ الديستريبيوتد يا جماعه؟ ترانزاكشن. ثاني حاجه، هل احنا خلاص اتكلمنا على السكيورتي لحد دلوقتي؟ كده الويب سيرفيس لو انا عاملها اي حد هيبعت لها مسج، اي حد هترد عليه صح ولا لا؟ طب انا عايز بقى، لا الويب سيرفيس مش اي حد، مش عايز بس غير الناس اللي معاهم يوزر نيم وباسورد معينين وانا عارفهم وهم عارفين. فكده ده احنا بنتكلم على ايه؟ ان انا مش عايز اسيبها فور اني وان، عايز اعمل اوثنتيكيشن، ان انا بس الاوثنتيكيتد بيبل اللي انا اعرفهم هم بس اللي ينفع يا جماعه ارد عليهم. يعني لو اي حد تاني بعت لي هقول له معلش روح بيتكم واحنا ما بنتعاملش معاك. فعشان تسبورت الاوثنتيكيشن برضو قال لك احنا مين هنعمل ايه عشان نسبورت الاوثنتيكيشن؟ لازم نتفق على ستاندرد. يعني الهدف من اويسس ده كان كلها ايه يا جماعه؟ اتفاقيات عشان كل الناس تمبلمنت الاتفاقيه دي. ما ينفعش لينكس يعني ما ينفعش واحد يتكس، الويب سيرفيس ده ستاندرد امبلمنتد على كله، فلو انا استخدمته هيعرف اي حد يكلمه. فقال لك طب عشان نعمل سكيورتي عملوا وايت بيبر سموها دبليو اس سكيور كونفرزيشن، بتشرح ايه الستاندرد اللي خلصوا منه. خلاصته ايه؟ قال لك لو انت عايز تبعت الحاجه تبعت يوزر نيم وباسورد انت ككلاينت للسيرفيس، طبعا انت لازم بقى دي معلومات انت متفق مع السيرفيس قبلها ان في انت عارف ان السيرفيس دي ليها يوزر نيم وباسورد، فانت اكسبكت ان هي هتطلبهم منك فعايز تكتبهم لها. فقال لك لو عايز تكتب يوزر نيم وباسورد للسيرفيس تيجي في السوب هيدر بتاع الميثود اللي هتكلمها، وعندك هنا دبليو اس سيك سكيور كونفرزيشن، هتحط فيه معلومات بتاعت اليوزر نيم والباسورد بتوعك. طبعا انا هنا ببسط يعني هي مش هتبقى بالملي كده جوه الايفنت، هتحط النيم مثلا عليه وتقفل النيم وتحط الباسورد بتاعك اكس اكس وتقفل الباسورد. كده بقى معلومات الكريدنشال بتاعتك محطوطه فين؟ في السوب هيدر. صح؟ يبقى كده الترانزاكشن والسكيور كونفرزيشن الاثنين هحطهم جوه مين؟ السوب هيدر. اكيد انا لو بعت الكلام ده للسيرفيس، السيرفيس كده هتفهم كام حاجه؟ هتعرف حاجتين كام كذا حاجه. اول حاجه ان انا عايز اكلم الميثود اللي اسمها مثلا اد، وعرفت ان دي الارجيومنتس، وعرفت ان هي المفروض تخل ان انا ان هي تفتح ترانزاكشن معايا وتستناني في الاخر اقول لها اقول باك اوت كوميت، وعرفت كمان اسمي واليوزر نيم بتوعي والباسورد بتوعي. عايزه هي تاوثنتيكيتني وتدخلني وتبعت لي رد تعمل لي، عايزه تقول لي لا روح يو ار نوت اوثورايزد هتبعت لي ساعتها سوب مسج فيها يو ار نوت اوثورايزد. صح؟ او ممكن ما تردش عليها خالص. طيب كده احنا عملنا اتفقنا في اويسس على حاجتين،
اكسترا زياده عن بس البوكينج اوبريشنز فانا ابسولوت ترانزاكشن مع سيكيورتي. فاضل حاجه واحده اخر حاجه قالوا انا لو عندي مسج انا عايز ابعتها للسيرفر سيف فوتو فايه اللي احطه في الاكس ام ال هنا الفوتو ديتيلز بتاعتي اللي هو في الاخر الفوتو دي تبقى باينري فيبقى باينري يعني لو حد بص عليها مش هيبقى فاهم بس هي النقطه ايه افرض الفوتو ديت مساحتها 10 ميجا بايت انا ايه اللي يضمن لي ان في عبر النتورك ان مفيش اي بايتس تقع يعني ممكن راوترز ممكن اي اس بيس ممكن اي ممكن وات ايفر ممكن اي حد ياخد من المسج دي فالصوره تبقى اللي هي بعيدها 5 ميجا من 5 ميجا الى حته فانا عايز حاجه تاشور ان المسج هتدليفر للسيرفيس كامله مكمله مفيش ولا باكيت ناقصه فيها صح ده بيتسمى ان انت عايز تعمل ريلايبل مسجنج ريلايبل مسجنج يعني ايه المسج بتاعك يبقى انا ريلايبل او متاكد ان هي هتوصل كامله مكمله ما بستخدمش الكلام ده زي ما قلت لكم غير لما تبقى المسج اصلا ايه هابلود فيديو للسيرفيس ما سيف فيديو وبعت لها حاجه جيجا بايت ففي الحالات لما تبقى المسج كبيره اتس نايس ان انت تشوف اي واي تنشور ان المسج هتوصل كامله مكمله فعشان يعملوا الكلام ده عملوا ثيرد بروتوكول لاسيف بروتوكول كلها بدا بيه ويب سيرفيس سموه ريلايبل مسجنج ويب سيرفيس ريلايبل مسجنج طب قال لك بقى ده بيتم ازاي ده هشرح لكم بقى ببساطه كده قال لك هنا ملاحظين ان احنا كل الحاجات دي كده امبلمنتد فين؟ في الخلاصه بتاعتها بتقول كده. قال لك لو انت عندك المسج كبيره قوي بديهي 10 جيجا ليه؟ بديهي ان انت مش هتاخد 10 جيجا هتحطهم في باكت واحده. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ هتقسم المسج هتقسمها مثلا 4 كي 4 كي وات ايفر بقى اللي يقدر الباند ويتس بتاعت النتورك بتاعتك تتحمله. فانت ليتس سي قسمتها 100 مسج. قال لك هتبعتهم 100 مسج بس في الحاله دي عشان احنا كسيرفيس نعرف ان دي مش المسج كامله انت هتبقى جوه الريلايبل مسجنج بتقول لي ده البارت كام من المسج على توتال كام صح يعني ايه ده الفيديو فساعتها هكتب اللي هو ايه سيف فيديو اسم الاوبريشن وهنا احط حبه الباينر اهو بس ده الجزء الاول من الفيديو فهقول له في المسج دي ده واحد على كام على 100 اهو موجوده في كده كده السيرفيس لما يجي لها سيف فيديو هي عارفه ان كده لسه مش ده الفيديو عارف منين من هنا من مكتوب 1 على 100 هتقوم هي ساعتها مستنيه هتقوم انت بعت لها 2 على 100 3 عن تفضل بقى بتعمل بافرنج عندها يعني هتقوم كده في تيمب لوكيشن لحد ما الفيديو كله يبقى موجود وتسيبه 4 على 100 5 على 100 اند سو اون ليتس سي بقى انت بعت لها 30 33 على 100 ايه كده هي اللي تستنتجه انت بعت لها 30 وفجاه بعد ال 30 اللي وصل لها 33 يبقى اللي حصل؟ يبقى واحد واثنين وقعوا الله اعلم بقى فور وات ايفر ريزون يعني اي مشكله في النتورك اي حاجه حصلت فساعتها يقوم ساعتها الريلايبل مسجنج السيرفيس تبعت سوب باك للكلاينت يعني طبعا مش هو في الاخر سوب يعني بس خلاصته بيقول له على فكره 31 ما جاتليش ابعتها لي تاني يقوم الكلاينت عامل سوب للمسج كام؟ 31 على 100 ويبعتها تاني فالسيرفيس هتفضل بقى مستني هي دلوقتي جالها 33 34 فجاه ممكن تلاقي 31 جنيه تقوم حاطاه في مكانه افرض بعد شويه هي بقى كل يعني كل الانترفال بتتشيك على الحاجات اللي ناقصه لقيت 31 لسه ما جاش تقوم بعت له لو سمحت ابعت لي 31 افرض وصلنا ل 99 100 خلاص وصلت ولسه مين اللي ما وصلتش؟ 31 32 اي واحده فساعتها هتقوم ايه بعت طالما كله وصل بعت نوتيفيكيشن للكلاينت لو سمحت ابعت لي 32 وتستنى بقى عشان خلاص هو احنا كده وصلنا للاخر تايم اوت يعني استنى مثلا دقيقتين عريقه ثلاث دقائق لو مفيش حاجه جت ثلاث دقيقتين بتديسكارد المسج كلها يعني بتنقط بتعرف ان انت ايه اصلا مش عايز تبعت حاجه وخلاص وانت بتهزر معاها تمام وطبعا التايم اوت احنا بنحدده يعني انا ممكن في السيرفيس اقول لها ايه في الاخر يا ريلايبل مسجنج لو في حاجه وصلت للاخر ومستنيها اقعد استناها 10 ساعات اقعد استناها يعني دي يو كان كونفيجر بس طبعا مفيش حد بيعلق ال سي بي يو والبروسيسز بتاعته والسيرفيس تفضل مستنيه كتير تفضل لايك 2 مينتس 3 مينتس تمام ده في الاخر خالص بعد ما يبقى كله وصل ولسه في حاجات ما جاتلكش فانت بتحدد تايم وتقول خلاص استنى الوقت ده كده البروتوكول ده بيأشور ايه؟ ان لو في حاجه وقعت في النص السيرفيس هتبعت تقول يا فلان ده وقع ابعته لي تاني فتأشور ان المسج مش هتتسيف
غير لو جت كلها. لو في حاجه ناقصه ولحد الاخر فضلت ناقصه واستنينا عليك وفضلت ناقصه مش هتسيب اصلا، صح؟ ده بيتسمى ايه؟ دبليو اس دبليو ماتش. وكده ده كل اللي اتفق عليه بيس. اتفق على كام حاجه؟ خمسه. اول حاجه ترانسبورت بروتوكول اتش بي، ثاني حاجه المسج فورمات سو. لا الحاجات دي مش ويز، ويزز مالهاش علاقه بالاتش بي. انا قلت لك بس دي حاجات كده انسرشنال مسج فورمات، وعرفنا السو عباره عن هيدر وايه، وبعدين اتفقوا على دبليو اس سبيسيفيكيشن كام واحد بيتقال على الثلاثه دول دبليو اس ستار سبيسيفيكيشن. فانا لو جيت قلت لك ما هي الدبليو اس ستار سبيسيفيكيشن تقول لي الثلاثه دول استريك، يعني عارفين اللي هو ايه انت دبليو اس وغيره. فمني الثلاثه دول هم دول اشهر ثلاثه في الدبليو اس. في حاجات ثانيه احنا مش هناخدها يعني طبعا، بس دول الثلاثه اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي. فبيتقال على كل الحاجات السبيسيفيكيشن اللي عملتها ويسس اللي بادئه دبليو اس داش ديت دبليو اس ستار سبيسيفيكيشن. يبقى هم اتفقوا ملي، ودول اول ثلاثه فعلا الحاجات اللي اتفقوا عليها، على ثلاثه دبليو اس ستار سبيسيفيكيشنز، الاتوميك ترانزاكشن، وين سكيور كونفرزيشن تعرف تعمل يوزر نيم وباسورد، واخر حاجه تعرف ترقم المسج في السيرفس ديتكت اي حاجه واحده، صح؟ طيب كده ديت الحاجات اللي انا عايزكم تعرفوها. ناخد بقى ان شاء الله بريك. الصلاه ليه؟ ماشي طيب خلاص نرجع مع بعض كده، يعني الا ربع الاثنين كده ممكن نبدا. ماشي لو الصلاه خلاص بدري نبدا الا ربع والله، عشان تحاولوا تقراوا النهارده بدري. الربع الواحد اثنين، خليها نبدا اثنين. ماشي واحده قصدي، ولا تبداوا الساعه 3 مش شرط المحاضره النهارده؟ الساعه واحده نبدا. ماشي انا عايز امشيكم بدري، يعني انا ممكن ساعتها نقعد شويه او ممكن ما ناخدش، عندي تو اوبشن، يعني ممكن ما ناخدش او اقعد شويه او كده او تبداوا بدري. ليه؟ لا